السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المشاهدين الأعزاء لقناتكم إبراهيم للعقارات مكناس. اليوم سنقترح عليكم عقار من الفئة الكبيرة التي تتواجد في عمارة لتتوفر على الكونسيرج بإذن على الأساس، وعندنا الأسانسور وعندنا السوسول بالنسبة للسيارات. بالنسبة للشقق اللي مازالين متوفرين، مازال عندنا جوج تاع الشقق اللي تيتواجدوا في الطابق الرابع. الحي اللي تنتواجدوا فيه حاليا، فاحنا حاليا تنتواجدوا في حي كاميليا. حي كاميليا راه غنية التعريف، إقامة اللي مازال جديدة. إذا تذكرتوا أننا حطينا الإعلان تقريبا واحد جوج نتاع الأسابيع، فحاليا مازال متوفرين فقط جوج نتاع الشقق اللي تيتواجدوا في الطابق الرابع. على بركة الله هذا نقترح لكم هذه الشقة، هذه اللي جات هكا أنفاس معنا، اللي فيها جوج نتاع الواجهات. مساحة إجمالية نتاع الشقة، مساحة إجمالية نتاع الشقة نتاع اليوم هو 110 متر، تسبق بالثمن تاع 46 مليون، والثمن ان شاء الله راه ممكن انه يتناقش. ثمن جد مناسب وجد مشجع، مساحة اللي هي معقولة، مساحة اللي هي كبيرة، الموقع جد استراتيجي. الشقة نتاع اليوم كما ذكرنا فيها جوج نتاع الواجهات، تتكون من صالون، ثلاثة نتاع الغرف نتاع النوم، ومطبخ، حمام، ومرحاض. وعندنا جوج نتاع لي بلاكار في جوج نتاع الغرف. فملي تندخلو مباشرة تلقاو الصالون، ونفاس مع الصالون عندنا هنا واحد الفاسك لافابو، باب نتاع الدخلة باب بلاندي. عندنا من بعد تلقاو المطبخ اللي هو هذا، فيه لي بلاكار نتاعو لتحت والفوق، مطبخ كبير بالبالكون نتاعو، بالكون كما تنشوفو، فيه البلاصة نتاع الشوبو، البلاصة نتاع الماكينة الصابون. عندنا جوج نتاع السقايات، السقاية الأولى، السقايتين الثانية، فيه لاستالاسيون نتاع الواد الحار. ثم لاحظنا ان العروض المتميزه واللي تتكون فيها اثمنه اللي جد مناسبه، كما تلاحظوا عروض اللي ما تاخذوش واحد الوقت اللي هو كبير بالنسبه للبيع. هذه الغرفه التي نسميوها الغرفه رقم واحد، فيها البلاكار نتاعها كما تنشوفوا، خدمه اللي في المستوى، خدمه اللي هي نقيه. لافونتاج اللي عند هذه الشقه هذه هي الاطلاله، عندها اطلاله اللي هي مفتوحه كما تلاحظوا، لأن الإقامة جات عالية، والديور اللي جاو أنفاس معاها قصار، تيعطي كيما تنقولو ديك النظرة البعيدة. هذه الغرفة رقم واحد. بالنسبة للغرف راه كاملين فيهم لاستالاسيون تاع النيميريك و تاع التلفازة، هذا الكوروار اللي دخلنا عليه، أين الصالون، أين المطبخ، سمينا هذه الغرفة رقم واحد. نفس الكوروار غادي تلقاو الغرفة رقم جوج والغرفة رقم ثلاثة. الغرفة رقم جوج هي هادي، حتى هي فيها البلاكار تاعها، حتى هي عندها نفس الإطلالة اللي ذكرنا، بالإضافة للبالكون. إذا عندنا جوج نتاع البالكونات في هاد الشقة هادي. بالنسبه للعروض راه كاين حاليا عروض اللي هما جداد، غادي يكونوا ان شاء الله في المتناول، غادي نبداو ان شاء الله التسويق نتاعهم في هذا الاسبوع القادم ان شاء الله. فكما تنقولوا السباق هو اللي ينال بالشقق اللي كما تعرفوا تكون في الطابق الثاني والثالث، هما اللي تيكونوا مفضلين بزاف الناس، اللي ان شاء الله غادي يكونوا متاحين في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. هذه الغرفة رقم ثلاثة كما لاحظنا، الغرف تبارك الله راه ثلاثة بهم كبار.
مساحة اللي هي معقولة والثمن اللي جد مناسب. وكما ذكرنا ان عندنا جوج نتاع الحمامات ولا حمام الطواليت، نتلقاو الحمام بمساحة اللي هي كبيرة، فيه الطواليت عزكم الله، فيه الرشاش، وعندنا لافابو، وعندنا طواليت بوحدة، عندنا واحد الميرفا الفوق، واحد السدة. إذا العقار نتاع اليوم عقار متميز، مساحة اللي هي معقولة والثمن اللي جد مناسب. تنشكركم على الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهذه المرحلة هذه. تنتمناو يا ربي ما تغفلوش علينا بالاشتراك بالاعجاب الدعم للمجهودات اللي تنقوموا بها. فدمتم في رعاية الله وإلى شقة أخرى وعرض آخر إن شاء الله. أعانكم الله.